السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحشتوني قوي قوي. معلش ما صورتش حاجة في رمضان، كنت متفرغة للصلاة والصيام، هو شهر في الكريم في السنة. المهم ان احنا طلعنا من رمضان الحمد لله، ورحت رحلة جميلة. حابة ان انا تكونوا معايا وتشاركوني احساسي الجميل، وان انا كنت فرحانة قوي. ده طريق مطار برج العرب، انا راكبه فيه انا وبنتي. وصلنا المطار تقريبا حوالي الساعة 6:30. كل ده في الطريق، احساسك ان انت سايبه البلد وبلدك واول مرة تسافري، احساس جميل اول مرة كنت احس بيه. فحبيت ان انا اصور لكم كل مكان او كل قطعة انا ماشية فيها. ده كل ده هو مطار برج العرب. كده ابتدأت انا وبنتي، اول دخلنا الصالة بتاع المطار، نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. كده وصلنا الصالة وخلصنا اجراءات الجوازات وكل حاجة، الحمد لله عدت على خير. بجد انا كنت مبسوطة جامد جدا جدا وسعيدة. انا من النوع اللي بحب الرحلات. ده وانا طالعة السلم علشان نوصله لممر السعادة، وفعلا عدينا من ممر السعادة وركبنا الطيارة، ومسبتش لحظة ولا دقيقة ولا ثانية بتفرج على كل حاجة من الشباك، لأن بنتي حاجزالي جنب الشباك. حتى منظر الطيارة وهي بتعمل مطبات وطلوعها وحركة الجناح بتاعها، احساس جميل قوي. طبعا اللي سافر حاسس عارف الاحساس ده، لكن انا علشان اول مرة اسافر فحبيت ان انا تعيشوا معايا الاحساس ده. وطبعا ربنا يرزق كل انسان بر اولاده وبناته بالاخص، ان انتوا تعيشوا اللحظة الجميلة دي. الطيارة من جوه هي ضلمة، انا يعني معلش انا حابة ان انا افرجكم كل حاجة او كل مشاعري انا حسيت بيها. ده الفيو من الشباك بتاع الطيارة والدنيا بتضلم، بجد احساس جميل قوي وانتي فوق في السماء والطيارة بتعمل مطبات والغيوم. بجد يعني الحمد لله، اللي شافه حس بيه، واللي ما شافهوش ربنا يا رب يرزقه رحلة جميلة زي دي. بجد والله انا مش بجامل، الرحلة كانت جميلة جدا الحمد لله، فضل من عند ربنا. انا اتبسطت جدا الرحلة. اقول لكم احنا عملنا ايه عشان الرحلة ما تبقاش مكلفة جدا، لان اي رحلة بتبقى فيها كلفة جدا. انا اقول لكم واحدة واحدة معاكم كده الرحلة كانت ماشية ازاي، والحمد لله بفضل من عند ربنا ما ارهقناش ماديا، بالعكس احنا كنا مبسوطين. اهم حاجة انتي رايحة رحلة تتفرجي على الجمال الرباني ده، انتي تكوني في السماء وانتي الاهتزاز ده وانتي تشوفي الفيو ده، ده كل ده حاجة يعني ما تقدرش بمال اولا واخيرا يعني. وفي نفس الوقت برضو احنا لازم يكون عندنا باكج معين، ان انت ما تعديش عن ليميت معين. كده احنا داخلين على ممر السعادة التاني من الطيارة. طلعنا وركبنا، رحنا باص ستيشن وركبنا الباص من هناك. المنظر
منظر تحفه بجد، الشوارع جميله قوي قوي، الخضره، النظافه، ارتفاع الابراج مهول، حتى الصحراء شكلها حلو قوي بجد، المنظر ملهوش حل. يعني زي قطعه كده، يعني بلد عربيه بس قطعه من اوروبا. ده دخلنا الفندق، عملنا لنا ترحاب حلو قوي باسم بنتي لان هي حاجزه الفندق بيه، وده الرضع بتاع الفندق عند الاسانسير. وهنبتدي اول يوم هوريكم انا عملت ايه فيه، ونعيشوا مع بعض الرحله.